نبدأ فقرة السوشيال ميديا ببعض المشاهد المصورة والفيديوهات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. فاكرين إمام المسجد اللي استقال على المنبر من كام أسبوع ووجه نقد شديد وقتها لوزير الأوقاف مختار جمعة، وقال له أنه بيتم التعنت معاه بسبب أنه كان بيخطب الجمعة على المنبر، فتأثر وبكى وهو بيتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. مهم بقى أن الإمام ده بيقول أنه تعرض للظلم الشديد وأنه تم نقله لمهنة باحث دعوة، وبيقول أن ده معناه أن الوزارة متعنتة معاه وشايفة أنه لا يصلح أن يكون خطيبا. أول قرار طلع لي من وزارة الأوقاف، القرار ده بيقول أن أنا ما أصلحش إمام وأنا نقلوني الباحث دعوة، يعني أنا ما ينفعش أبقى إمام. شوف القرار ده مش وزير الأوقاف اللي مضيه، لا ده اللي كتب فيه المذكرات دي العشرة المبشرين بتوع الوزارة، أولهم مدير الإدارة اللي هو تعدى وكيل الوزارة حاجة غير قانونية، تعداه وبعت على الوزارة على طول. احنا ما عندناش قانون خلاص، وزير الأوقاف بيضرب بالقوانين عرض الحائط، بيقول أنا الدولة، أنا اللي أعمل اللي أنا عاوزه وأنكل باللي أنا عاوزه، وكل الناس دول مغصوبين ومرغومين على أمرهم إنهم يكتبوا كده، لأنهم لو ما كتبوش هينكل بيهم زي ما غيرهم اتنكل بيه. أول واحد مدير الإدارة، مدير الإدارة تعدى وكيل الوزارة. مدير الإدارة أنا بقول له وبقول لكل الناس العشرة دول اللي ماسك الدعوة واللي ماسك البر، طب بتاع البر ماضي ليه؟ أنا إيه علاقتي أصلاً ببتاع البر؟ أنا بقبض منه؟ أنا باخد منه حاجة؟ إيه علاقتي ببتاع البر؟ طب بتاع التدريب؟ أنا سقطت في الدورة التدريبية عشان تكتب فيها وتمضي؟ أنت إيه علاقتي بيك عشان تمضي؟ وكل يعني الراجل ده إمام في الأزهر، خطيب على المنبر، بيحدث معه ما يحدث لأنه تحدث، لكن وزير الأوقاف مش عايز حد يتكلم.